عليكم ورحمة الله. بما أننا على أبواب عيد الأضحى المبارك، نتمنى يدخل علينا كاملين بالصحة والسلامة ويرفع علينا ربي هذا البلاء إن شاء الله. فقررت أنني نبدأ معكم سلسلة ديال حيل العيد إن شاء الله، اللي غتكون مجموعة من الأفكار المفيدة كيف ما عودتكم. ونبدأ بالفكرة الأولانية اللي أكيد أننا في العواشر أو في عيد الأضحى كنحتاجو الربيع بكثرة. غنقدم لكم فكرة رائعة جدا، أننا نقطع كمية كبيرة ديال الربيع بلا مجهود، بلا روبو وبلا سكين. فكرة اللي فعلا مفيدة. كتاخدوا الربيع ديالكم، غادي نغسلو بطريقة العادية بالماء والخل. بعد ما غسلت الربيع جيدا، قزبرو مع الدنوس جيدا، خليته يتسقط فهاد الشبيكة. غادي ناخذ بلاستيكة خاصة بالمجمد، غادي نوضع فيها هاد الربيع. إذا كنتم محتاجين كمية أكبر كديروا كمية أكبر. صافي، غادي نبسطو مزيان في البلاستيكة، نسدها ونوضعها في المجمد تقريبا واحد الساعة. نحاول نوزعو مزيان باش دغيا يجمد، محتاجش بزاف ديال الوقت. كتشوفو غادي نوزعو جيدا في البلاستيكة بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلو للمجمد ونتلاقاو من بعد. الرولو ديال بابي ألمنيوم، واش حتى نتوما بحالي؟ ملي كنشري أول حاجة كنمشي كنجري كنفتحو من هنا وكنبقى كنجبد الرولو وكنخدم به، حتى اكتشفت أنها ماشي الطريقة الصحيحة، لأنه كاين هنايا واحد المربعات إلا شفتو، كاين واحد هنا وكاين واحد حتى من الجهة الأخرى. ها هو، تاخدو الرولو ديالكم وكتضغطو على هاد الجوانب هادو من هنا ومن هنا بحال الشكل هذا، حتى كيدخلو هادوك المربعات بهذا الشكل هذا، كتدخلوهم لداخل. صافي، وكتحلو بابي ألمنيوم ديالكم بالطريقة العادية اللي كتشوفو، حلو عادي. هنايا راه كما كتشوفو راه كاينه واحد الشفره اللي هي كتساعد على التقطيع. غادي نجبد. الدور ديال هذا المربع اللي دخل هنايا هو انه كيقبط لينا الرولو باش ما كيبقاش يتزعزع ملي كنبغيو حنايا نجبدوا الورق ديالنا. صافي، كتجبدوا بابي ألمنيوم بكل سهوله وكتقطعوه، تضغطوا غير هنايا صافي، وكتوليو كتقطعوه بطريقه اللي هي مثاليه. صراحة هاد الفكرة هادي يقدر يكونوا ما كيعرفوهاش بعض الأخوات، المهم هو أننا نستافدو من بعضياتنا. صافي، كيجي سهل جدا في الإستعمال، وما كتحتاجوش أنكم تزولوه نهائيا من الكرتونة ديالو، كيبقى يعني داخل الكرتونة كيبقى نظيف. دابا غادي نوريكم كذلك فكرة كيفاش ديروه في البلاكار بلا ما يشدكم لا مساحة لا حتى شي حاجة. نحتاجو فقط هاد جوج ديال الملاقط، الى عندكم شي وحدين يكونوا صغار انا لقيت غير هادو غادي نستعملهم. تبتهم هنايا في هاد الثقب كما كتشوفوا، درت الاولى من هنا والثانيه تبتها من هنا، وغادي نوضع فيهم هنايا اللصاق وغادي نلصقهم انا في البلاكار. البابي ألمنيوم هو من بعد ما لصقته كما كتشوفوا درت ليه هذوك الكروشيات في الجناب بحال الشكل هذا. صافي، وكيبقى متبت، راه كيتبت مزيان. وكيما بغيتو بابي ألمنيوم راكم كتاخدوه بكل سهولة. خليت الساشية اللي فيها الربيع في المجمد تقريبا ساعة ديال الوقت، جبدتها وغادي ناخدو غطاء ديال الطنجرة وغادي نديرو بيه هاد العملية بحال هكا بكل سهولة. الربيع ديالنا هو قرب وصبح لينا واجد بدون عناء بدون تعب. هذوك فقط دوك العويدات اللي ما زولش، خصني نزولهم من بعد. صافي، وكتستعملوا هكذا الا كنتو بغيتو تشرملو قطبان مثلا اولا بغيتو تستعملوا اي استعمال، فقط ما ترجعوش للمجمد، يعني خاصكم تستعملوه من الافضل. راه كما شفتو ما تبدلليش اللون نهائيا، الريحه ديالو مازال مجهده. هكذا الا كنتو يعني محتاجين كميه كبيره ديال الربيع كتعمروا الميكا ديالكم وكتستعملوا غير غطاء ديال الطنجره بحال هذا الشكل هذا. صافي، فيت في كتحصلوا على الربيع اللي هو مقرد جيدا. نتمنى الفكره تنفع الاخوات اللي عاد حاجه عندنا هما غسيل الاواني، فبالطريقه راه ما وسخنا حتى شي حاجه.
اخوات اللي ما تعجبهمش الفكره ماشي مشكل، الفيديو راه فيه افكار اخرى ان شاء الله تعجبكم. هنايا القطبان ديال الشواء اولا كما كنسميو بالمراكشيه مسامر، فاغلبيه فينا كل عام كنشريوهم، الا انا صراحه هادو عندي تقريبا واش 5 سنوات هما عندي او اكثر، ما كيوقع لهم والو، ما كنحتاجش نهائيا نشريهم كل عام. الا كنتو نتوما كتشريوهم كل عام قولوا لي في التعليق علاش كتشريوهم كل عام، واش حيت كيتضروا لكم؟ فعندي لكم واحد الفكره رائعه جدا جدا باش تحافظوا على القطبان ديالكم وما تشريوهمش كل عام، يعني غادي يبقاو لكم مده طويله نتوما جداد تبارك الله، وباقيين كلهم يعني 12 قطيب ما كيتهضروا ما حتى شي حاجه. غادي نوريكم الفكره اللي هي بسيطه بزاف، كنحتاجوا المفاتيح، غادي نحتاجوا منهم فقط هذا الجزء هذا او لهذه الخرصه هذه اللي راكبين فيها المفاتيح. بعد ما زولت هذه الحلقه هذه ديال السوالت فغادي نستعملها، هي اللي غادي نوضع فيها هاد القطبان هادو، غادي ندخلهم من هاد البلاصه، غادي نجمعهم كاملين. المهم انا غادي نجمعهم دابا ونعاودو نتلاقاو. نتوما غادي ديروا هاد العمليه هادي حتى تسالوا من القطبان ديالكم. القطبان ها هما من بعد ما دخلتهم في الفرصه ديال السوالت كما كتشوفوا صافي كيتجمعوا كاملين، ما كيبقاش يتلف منهم شي واحد، يا اما يتلفوا كاملين يا اما يبقوا كاملين بهذه الطريقه هذه، يا اما علقوهم او وضعوهم غير في بلاكا صافي راه ما تيوقع لهم والو. من بعد كل استعمال ما عليكم الا من بعد ما تغسلوهم مسحوهم مزيان، كتجيبوا زيت المائده وكترشوها شي منديل صافي، كدوزو على هذوك القطبان ديالكم جيدا بديك الزيت، راه ما عمرهم ما غادي يتصداو ولا يعني يوقع لهم شي مشكل، كيبقاو دائما كانهم جداد. نتمنى الفكره ان شاء الله تنال اعجابكم وندوزو للفكره المواليه. هنايا مجمر خاوي، بغيت غير نشارك معكم هذه الافكار الخاصه بعيد الاضحى اللي تستعملوهم في المجمر اللي يعني كتشويو فيه. هذا ماشي ديال الشوا كما كتشوفوا راه صغير، ولكن غنوريكم اول فكره وهي انكم تاخذوا ورق الالومنيوم وتغلفوا به المجمر ديالكم الطريقه هذه. فالمجمر اول حاجه تيكون تيبقى المنظر ديالو مزيان، ثاني حاجه كيكون كيشد الحراره ما كي يعني ملي كتوضعوا فيه الفحم ما كيبردش داك الفحم وكيتصفى لكم. غادي نغلف دابا المجمر مزيان بورق الالومنيوم اللي هو عازل ممتاز للحراره. من بعد ما غلفتو غادي نوضع فيه الفحم. من بعد ما وضعت فيه الفحم فباش تشعلوا الفحم عندي لكم طريقه اللي سهله وسريعه جدا، وانكم تستعملوا شيبس او بطاطس رقائق البطاطا اللي كتكون غنيه جدا بالزيوت مشبعه بالزيوت، فما عليكم الا كتاخذوا واحد طريف من رقائق البطاطا بالشكل هذا وغادي تشعلوا فيه العافية بحال الشكل، وغادي توضعوها داخل الفحم ديالكم صافي، وغادي تخليوه راه غادي يشعل يعني ما غاديش يتعطل. هاد الطريقة كتبقى احسن من انكم تستعملوا هادوك القطع ديال اللي كيتباعوا ما عرفتش سميتهم، المهم كيكونوا زايدين فيهم ليسانس ولا زايدين فيهم البنزين، يعني كيطلقوا واحد الريحه خانقه. عليكم الا تستعملوا هادي وخبيو هادي حتى الاستعمال الاخر، نتمنى الفكره تكون مفيده لكم. فكره اخرى وهي انكم تستعملوا الورق اي نوع ديال الورق، وكتاخذوا الزيت العاديه زيت المائده كتوضعوا فيها هذاك الورق بالشكل هذا وكتشعلوا فيها العافيه حتى هي كتشعل الفحم بسهوله، يشعل لكم الفحم ديالكم. صافي كانت هذه هي الفكره الاخيره، نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم ومبروك عواشركم، خليتكم على خير وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.